Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tekabbalallahu salata ve siyamu vel kıyam ve sairil amal as-salihat. Ramazan ve rahmet. Nebiyyün sallallahu aleyhi ve sellem kâne yubeşşirus sahaba radıyallahu anhum bi kudumi Ramazan. Feyekulu fi hadithihi şerif. Etekum Ramazanu şahrun mübarek. Farza aleykumullahu azze ve celle siyama. إلى آخر الحديث وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة قال شهر مبارك وشهر مبارك في العبادات في المعاملات في سائر الأعمال الصالحات نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه فهو شهر الرحمة نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إذا ذبلت المحبة في قلوب الناس كثرت الأوجاع والآلام ولكن إذا ملأت المحبة قلوب الناس انتشر الخير وعم وتمثل الناس معاني الرحمة وقيم الرحمة بقدر ما يذكر بعضنا بعضا بضرورة الاستثمار في الطاعات وفي العبادات في هذا الشهر العظيم ولكن في الوقت نفسه لا بد أن نتراحم أن نتعاون أن نسعى في شؤون الأرملة والمسكين والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله لابد أن نعمل على تحقيق العبادات الاجتماعية التي يتعدى نفعها إلى الغير أذكركم إخواني أخواتي بما فعله ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة حينما كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في زاوية من زوايا المسجد فرأى مسلما حزينا كئيبا سأله ما بك يا أخا الإسلام فحكى له حكايته ورفع إليه شكواه فقال له ابن عباس هيا بنا خرج معه ابن عباس رضي الله عنه ليقضي له حاجته ليمشي في حاجة أخيه ليفرج عنه كربة من كرب الدنيا لينال الأجر الرفيع يوم القيامة فيفرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة فحينما وصل إلى عتبة المسجد قال له ذلك الرجل أنسيت ما أنت فيه يا ابن عباس فقال ابن عباس ما نسيت ما أنا فيه فهو كان معتكفا والأصل أن لا يغادر المسجد فيظل قائما معتكفا تاليا لكتاب الله مصليا راكعا ساجدا ذاكرا مسبحا إلا لضرورة فقال له ابن عباس ما نسيت ما أنا فيه ولكنني سمعت صاحب هذا القبر مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا مشيرا إلى أن الذي يسعى في حاجة أخيه ليقضيها له ينال أجرا كبيرا أكبر من أجر القيام أو أداء النوافل أو أجر الاعتكاف كل ذلك أدركه ابن عباس لأنه يعلم إذا مشى في حاجة أخيه سينال أجرا أكبر ومقاما أرقى لأنه يدرك أن هذه العبادة الاجتماعية يتعدى نفعها إلى الغير فلنتراحم إذا تمثلنا قيمة الرحمة في حياتنا خاصة في هذا الشهر الفضيل ننال ثمرات عديدة منها أن القلوب تتطهر طهارة القلب قلوب الناس رب سبحانه يطهرها بفعل الخيرات وبالتراحم فيما بينهم الثمرة الثانية اطمئنان النفوس النفوس تسكن وتطمئن لفعل الخيرات ولتمثل قيمة الرحمة الثمرة الثالثة يتحقق التعايش بين الناس والمحبة بين الناس فيعم الخير وينتشر والثمرة الرابعة أن تمثلنا للرحمة في حياتنا يستوجب رحمة الله التي تعمنا جميعا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.